لما هتكلم عن احمد شوبير يعني العيش والملح، يعني العشره، يعني الايام الحلوه، يعني السنكحه، يعني المانيال، يعني البيت بتاع الكابتن عادل عزيز اللي اتربينا فيه كلنا. كلنا كنا واخدين دورين ثلاثه اللعيبه المغتربين، واحنا كنا هو من طنطا وانا من كفر الدوار ومدحت رمضان، كابتن عبد العليم زكريا رحمه الله عليه، رمضان الاوللي، حمدي الحديدي، اسماء كبيره جدا اللي منهم كمل واللي منهم ما كملش، كانوا في يعني عاشوا في البيت دوت. وبعد كده كل واحد مننا بقى نجم وبقى عنده حاجات وكمل، وربنا كرمنا كلنا الحمد لله. طبعا احمد شوبير لما هتكلم عنه هتكلم عن الكفاح، الصبر، المثابره، يعني حاجات كتير جدا في شخصيه احمد، يعني حاجات اكتر من رائعه. احمد شوبير هتكلم عليه كاعلامي، انا بقول رائد الاعلام الرياضي العربي. ياما اتبهدلنا معاه لما بدا في القناه السادسه، وكان بياخدنا نعمل البرنامج عنده ويعشينا في استاد البدوي، ده اجر الحلقه يعني كفته وكباب. كنا بنروح بمنتهى الحب لحد انا شوبير بعتبره اخويا الصغير، يعني احنا مش بعيد قوي عن بعض، كل العمليه سنتين ثلاثه، لكن فعلا بعتبره اخويا. ممكن ما نتقابلش، ممكن ما نقعدش، ممكن ما نتكلمش، ولكن مشاعري من ناحيه الشخصيه الجميله دي معروفه. ممكن ما بكلموش الا لما اطلب منه حاجه لحد. شخصيه احمد شوبير اللي مش معلومه للناس، يمكن الناس ما تعرفش عنه غير اللي على السطح او بعض الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا والحاجات احمد شوبير اهم من كده بكتير واكتر من كده بكتير. اللي بيعمله احمد شوبير واللي الناس ما تعرفوش واللي انا اعرفه، شخص اكتر من رائع وشخص محب وشخص عنده كم الخير اللي جواه يكفي مصر كلها. احمد شوبير الاداري، يعني الاداري محترف، عارف قوانين وعارف عنده يعني اب تو ديتنج حوالين العالم كله في اللوائح، وحافظ قرد، يعني قرد في الحاجات دي، يعني مش سهل. يعني يخش مكان عايز يسيستمه ويوضبه ويعمل لوائح ويعمل. انا اعتقد ان احمد شوبير لو خد فرصه انه يعمل تنظيم كامل للرياضه في مصر، انا اعتقد انه هينجح فيها جدا، لانه شخصيه جديره بان هي تكون في مكانه زي دي. انا بعتبر نفسي انا عم ولاده وهو عم ولادي. انا مش بقول لك ان احنا كل يوم بنقعد مع بعض وبنخرج مع بعض، لا ده ما بيحصلش، بس فعلا هي دي مشاعري تجاه هذا الشخص، هذا الرجل، وفعلا حاسس ان هو ظهر. يعني اكتر من كده مش هقدر اقول، لانه يعني هو دي شخصيه احمد شوبير اللي الناس ما تعرفهاش. احمد شوبير يعني يسال عليك وانت في محنه، يسال عليك وانت في ازمه، يحصل يعني هو ده الشخصيه دي. بحترمه جدا، بحترم اداؤه الانساني جدا 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 جدا. مفيش حاجه تولى مسؤوليتها الا لو كان ناجح. ربنا يا رب يخلي له ولاده ويفرح بيهم واحفاده. طبعا بشوفهم كلهم وبحبهم كلهم، واصدقاء لاولادي كلهم يعني، فاتمنى لهم الخير، واتمنى للكابتن شوبير ان شاء الله الصحه والعافيه وطول العمر والبركه في الرزق وكل حاجه حلوه بتمناها له. عايز اقول شوبير، يا شوبير انا فعلا بقولها قدام ال 120 مليون، انا بحبك جدا 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 جدا.